السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجيد في الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي. إذا اليوم لدينا الصفحة 78 من كتاب الجيد حول منصف الزاوية. إذا ننتقل إلى الصفحة 78 والتمرين السادس. أرسم زاويتين X Z و A أو B بحيث A أو B 120 درجة و X Z 40 درجة، ثم أرسم منصف كل واحدة منهم. إذن هنا بطبيعة الحال عطونا زاوية منفرجة وزاوية حادة. إذن أولا سنستعمل المنقلة لكي نرسم زاويتين قياسهما 120 و 4. إذن هنا مادام بغينا نرسم الزاوية A أو B، غادي نرسم الضلع الأول ديال الزاوية مثلا، نرسم الرأس ديال الزاوية ونسميه O، ثم نرسم الضلع الأول ديال الزاوية، وغادي ناخد المنقلة ثم نحدد 120 درجة. إذن غنعتبر مثلا هذا هو OA أو لا OB اللي بغينا، ثم نحدد 120 درجة باستعمال المنقلة. دونك 120 درجة هي هذه، من أتصدر هنا هي 120 درجة، ثم نرسم الزاوية التي قياسها 120 درجة وهي A أو B. إذن هذا بالنسبة لإنشاء ديال الزاوية A أو B 120 درجة. ثم غنشأو X Z 40 درجة، دونك غنشأو عاوتاني الرأس نتاع الزاوية X، ثم نشأو E X E، ثم نأخذ المنقلة لنحدد إكس إي زد 40 درجة، ثم ننشئ الزاوية التي قياسها 40 درجة إكس. دونك إي دونك هنايا دونك هنايا إي هو الرأس، وهنايا عندنا إكس، وهنا الزد. إذن دابا غناخدو البركار لكي نحدد منصف كل زاوية من الزاويتين. إذن الزاوية الأولى غادي ناخدو المنصف نتاعها بهذه الطريقة. ديجا تكلمنا على هذا الشيء، خص الفتحة ديال البركار مثلا فاش كتكون الزاوية منفرجة، خص الفتحة ديال البركار تكون كبيرة شوية بحال هكا، ثم نحدد منصف الزاوية هو الذي يقسم الزاوية إلى زاويتين متقايستين. إذن هذه الزاوية كتقيس هذه الزاوية. بنفس الطريقة غادي نحددو المنصف نتاع الزاوية إكس إزاد. يمكن نحافظو على الفتحة ديال البركار، يمكن نغيروها. الأهم هو تعطينا التقاطع ديال جوج أقواس انطلاقا من النقطتين اللتين حددناهما. إذن هنا غنشأو المنصف ديال الزاوية التي قياسها 40 درجة إكس إي زد. إذن هذا المنصف يقسم هذه الزاوية إلى زاويتين متقايستين. إذن هنا احنا شفنا الطريقة اللي كنشأو بها منصف زاوية منفرجة ومنصف زاوية حادة. ننتقل إلى التمرين السابع. أنقل الشكل ثم أرسم منصف الزاوية A أو B. إذن A أو B، إذن أنا بلا ما ننقل الشكل غادي نشأو غير هنايا منصف الزاوية A أو B. إذن هنا غناخد فتحة البركار، غادي نحدد جوج نقاط على الزاوية، ثم غنفتح البركار من جديد في فتحتين تكون أكبر شوية،
ثم احدد قوسين، والتقاطع ديال ذلك القوسين غيعطينا المنصف ديال الزاويه ا او بي، نصف مستقيم يمر من راس الزاويه ومن هذه النقطه التي حددناها. إذن هنايا غادي نحصلوا على هذه الزاويه كتقيس هذه الزاويه. ثم إذن السؤال ب، ماذا يمكن ان اقول عن الزاويتين ا او بي و اي او جي؟ إذن هاتين الزاويتين متقايستين، لماذا؟ لانهما متقابلتان بالراس. إذن السؤال ب، الزاويتين ا او بي و اي او جي متقايستان، لانهما متقابلتان بالراس. وبالنسبه للزاويه اي او جي و ا او جي، اي او جي و ا او جي هاتين الزاويتين متكاملتين، متكاملتين. إذن والزاويتان ا او جي و اي او جي متكاملتان، ان المجموع تاعهم 180 درجه، او لك يكون لنا زاويه مستقيمه. اذا ماذا نستنتج؟ اذا من خلال هذا الشيء هذا شنو غادي نستنتجو؟ اذا اللي غادي نستنتجوه واحد هذه الزاويه هذه وهاد الزاويه هادي كيمثلوا النصف نتاع هادي. علاش؟ هادي متكامله مع هادي، يعني ان هادي كتساوي المجموع نتاع هادو بجوج، وهادو بجوج راه نصف، هذا مثلث متساوي الساقين. اذا هاد المثلث متساوي الساقين، يعني هادو بجوج كيساويو هادو بجوج، يعني ان ا جي بي نستنتج ان ا جي بي كتساوي نصف ا او بي، نصف ا او بي، وكذلك ا اي بي الزاويه ا اي بي كتساوي نصف ا او بي. سؤال جيم، اتحقق من ان الزاويتين ا اي بي و ا جي بي متقايستان. اذا من هنا عندنا ا جي بي كتساوي النص ا او بي، و ا اي بي كتساوي النص ديال ا او بي، يعني ان يعني السؤال ذا نستنتج ايضا ان ا اي بي كتساوي ا جي بي. اذا هاد جوج الزوايا متقايسين، هذه خاصيه غادي تشوفوها في السنوات القادمه، هما حاولوا يبسطوها شويه في السنه السادسه، ولكن هي خاصيه ديال السنه الثالثه اعدادي. اذا غادي ننتقلوا للتمرين الثامن. دونك جوبسيرف لي تخوا فيغور، دونك عندنا ثلاثه ديال لي فيغور، ثلاثه ديال الاشكال الهندسيه. جو ديكلاك ولا جو ديكالك لي زونغل 1 2 اي 3 افيك لور نيميرو ريسبكتيف، بيتيتا جو كونستروي les bisectrices des angles 1, 2 et 3 et je nomme Rx, Fy, Pz respectivement les bisectrices. Donc, je vais vous montrer ici. Donc, on a l'angle numéro 1. Donc, je vais vous montrer la bisectrice. Donc, la bisectrice. دونك بنفس الطريقه كنحددوا جوج لي بوين على الاضلاع ديال الزاويه، ثم
نحددو التقاطع نتاع الأقواس. دونك هذه هي لا بيسيكتريس الأولى اللي سميتها ار اكس. دونك تا الى بغيتي تعاود ترسم هذا الشيء هنايا دونك غادي تعطينا ار اكس لا بيسيكتريس نتاع الزاويه الاخرى رقم 2. دونك لا ميم شوز غناخذ الراس الزاويه نحدد جوج اقواس على الزاويه وانطلاقا من دوك جوج اقواس اللي حددت غادي نرسم التقاطع وغتعطيني نقطه التقاطع اللي غادي ننشئ منها لا بيسيكتريس. دونك هذه هي لا بيسيكتريس اللي سميتها اف ايغريك. عندنا لونغل الثالثه اللي هي هذه كيمكن نستعمل الكوس لانها زاويه مستقيمه، ولكن الا بغيت نستعمل نفس الطريقه دونك كذلك نستعمل نفس الطريقه اللي استعملنا مع دونك بحال هكا وغتعطينا لا بيسيكتريس نتاع هاد لونغ. دونك غتجينا زاويه قائمه اكيد دونك لابد ان نصف الزاويه اللي قياسها 180 غيكون 90 درجه. اذا بي زد هنا عندنا الزد. اذا لا كيسيون سيفونت دون لا فيغور 3 جو كونستروي لا دومي دروات ا تي بور كو les angles PAM et MAT soient supplémentaires. Et donc PAM هي اللي عندنا وخصنا نحددو لونغل سوبليمونتير، سيتادير اننا غادي نخلقو زاويه مستقيمه. اذا هنا غادي نجيب زاويه لان الكومبليمونتير سوبليمونتير سيتادير زاويه مستقيمه. اذا عندنا PAM والزاويه الاخرى هي ام ا تي. اذا هذا هو الموقع ديال لو بوين تي والزاويه اللي كنقلبوا عليها. اذا تي مينيسكول تي مينيسكول. اذا الزاويه اللي لقيناها هي هذه سوبليمونتير ديال بي ا ام. دون لا فيغور 2 كو بوتون دير دي زانغل اكس بي ايغريك اكس بي زد اي Z, P, Y. Donc ce sont supplémentaires. Ou là, ce sont des angles droits. Donc ici, il m'a dit ce sont des angles droits. Yani, il y a des angles droits. Ou là, ce sont supplémentaires. Donc ici, libre, il y a donc supplémentaires. Supplémentaires. Donc, on va aller à l'exercice 9. ولاحظ الاشكال A B C D E F G H و G I K واحدد طبيعتها. اذا تمرين 9 عندنا A B C D E F G H يجيك. دونك ا بي سي دي شنو هو؟ دونك سي ان كار طبيعه نتاعو سي ان كار. دونك باللغه العربيه دونك انا مشيت مع التمرين اللي فات دونك سي ان كار يعني مربع طبيعه نتاعو مربع. او اف جي اش هذا معين عنده الخصائص نتاع معين وهذا مثلث متساوي الأضلاع مثلث متساوي الأضلاع. دونك هذا بالنسبة للسؤال ألف. السؤال باء أحدد منصف كل من الزوايا كل من الزوايا الآسية إي كا جي إي كا إي. إذا غنقلبو على الزاوية إي كا إي اي كا ولا جي كا اي جي كا. اذا هذه
المنصف نتاعها غادي يكون هو كاو. اذا غنكتبوه من تحتها، اذا هنا المنصف غادي نكتبوه غير هنايا كاو نصف مستقيم جي اي كا. جي اي كا اذا غادي يكون هو اي او. بي سي دي، بي سي دي هو سي او ولا سي ا؟ سي او ولا سي ا؟ سي او. بي ا دي، بي ا دي اذا هو ا او. او اف جي، او اف جي اذا اف او نصف مستقيم اف او هو المنصف. ثم او اش جي اذا اش. اتعرف على منصف زاوية اخرى في المعين. اذا عندنا مثلا عندنا او او هو منصف هذه الزاوية اللي هي اف او اش. اذا او 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 منصف اف او اش، منصف الزاوية اف او اش. وكاين عندنا عاوتاني جي او هو منصف هذه الزاوية وهكذا. اذا هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة هذه حول منصف الزوايا من كتاب الجيد في الرياضيات للسنة السادسة.